الأسس والمقومات والتخطيط السليم ذات النظرة الشاملة والمستقبلية أساس النجاح والتقدم لكل المشاريع التي تسعى إليه أي شركة أو شخص بعينه، وهذا ما تحققه الصين في سياق تفوقها الاقتصادي الذي جذب الجميع للاستثمار فيها دون تردد. كلمة السر بداية هي حرية الاختيار في القطاعات الاستثمارية داخل السوق الصينية. نجحت الصين خلال العقدين الماضيين في فتح معظم القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمارات، ليس فقط المحلية بل الاستثمارات الأجنبية. أصبح المستثمر الأجنبي يجد في السوق الصينية قبلة لتحقيق أرباح كبيرة أكثر من أي أسواق أخرى مجاورة. التطوير الدائم للبيئة الاستثمارية في الصين والحرص على توفير كل مقومات النجاح لأي مستثمر فتح كل الأبواب مشرعة أمام الشركات الأجنبية لتوسيع مشروعاتها في الصين. عندما نتحدث عن بيئة الاستثمار في الصين نعود إلى أرقام البنك الدولي وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، نجد أن الصين تحقق نتائج متقدمة جدا في تسهيل ممارسات أنشطة الأعمال في السوق المحلية. الأيدي العاملة متوفرة، في هنالك أيدي عاملة ماهرة بتكلفة رخيصة جدا مقارنة مع أسواق مجاورة. حرية التجارة والنقل، البنية التحتية، البنية التشريعية، البنية الفنية، وجود عدة موانئ في الصين يسهل عمل حركة التجارة. القدرة الفائقة في معالجة جائحة كورونا والحد من انتشارها في الصين كان هو الآخر حافزاً ومشجعاً أكبر لكل الشركات الكبرى في العالم كي تتجه إلى هذا البلد لتوسيع استثماراتها. عنصر ثاني جاذب للاستثمار بقدرة الحكومة الصينية على السيطرة وإدارة بين قوسين الصراع مع كورونا في وقت قياسي سيطروا عليه، وبالتالي أعادوا عجلة الاستثمار للسكة الأساسية. السياسات الاقتصادية الصينية والقوانين العصرية للاستثمار وكذلك القدرة على مواجهة التحديات والاستمرار في الانعاش الاقتصادي هي أسس سليمة من أجل جذب المستثمرين والشركات الاستثمارية في الصين، هكذا يرى الخبراء الفلسطينيون. محمد الصنوري، CGTN العربية، من المنطقة الصناعية في مدينة البيري.